معلومة رانيا، بونجور رانيا. بونجور موني، صباح الخير الناس الكل. دونك بون ديبي دو سومان اون فورم. احنا اليوم سيونس اونيك، ما عادش قومين بكري برشا. العشرة تاع الصباح هكا، ما عادش نسري ولا أربعة في الفجر. ماكينة لساعتين مش ثلاثة شوية. الحمد لله الحمد لله. خفيف نظيف كيما الصيف. ربي يعطينا على قد قلوبنا. وباش نحكيو نصايح وباش نتعلموا حاجات وانتم زيدا نفيدوكم. مدام مجد بن رجم، اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. شوف مش كيف مش كيما رمضان، كيما بعد الفطار. نحليكم هوني توا برود وجو وما سي بون سورتو. نحكيو اليوم على الماكله اللي تنجموا تاكلوها واللي تنجموا تتجنبوها باش ما تصيركمش كونستيباسيون ولا اي حاجه تخص الجهاز الهضمي. خلينا نحكيو على التقلبات نتاع الطقس، معناتها في الشتاء كيفاش تبدا المعده نتاعنا، ومن بعد في الصيف مع تتبدل الماكله تتبدل الجو، تاكل برشا يطول النهار. شنو الحاجات اللي تقلقوا المعده اون جينيرال؟ هو بون ما يظهرليش اللي حكيت صيف والا شتاء، على خاطر احنا لازمنا ديما نتاقلموا مع لي سيزون. معناتها اهم حاجه واحد ياكل لي فروي لي ليغوم دو سيزون، معناتها ديما يقعد يتبع، معناتها حتى هما اقل ضرر لينا احنا على خاطرهم موجودين. غلط الصيف وغلط الشتاء وخضره الصيف خضره الشتاء، معناتها واحد يتبع دابور تبدا اقل متلوثه، اقل معناتها اون تيرم دو بيستيسيد و ديجا هذيك حاجة باهية برشا بالنسبة لينا احنا. دوك نركزوا سورتو احنا في ماكلتنا، أهم حاجة نركزوا على الألياف. معناتها الألياف اللي هما لي فيبر، الألياف موجودين برشا في الخضرة، موجودين برشا في الغلة، موجودين زادة في كلهم لي سيريال، معناتها القمح والشعير، وسورتو كي اللي تبدا بقشرتها افيك لو سون نتاعها، معناتها بالقشره نتاعها تعملوا خبز نخاله. حسيلو ماكلتنا احنا التقليديه والعاديه ما صاب نقربوا لها الاكثر. دابور حتى في اوروبا ولا في البلدان المتقدمه ماذا بينا نقربوا، هما بيدهم يحبوا يقربوا سكيزابيل لو ريجيم ميديترانيان، لو ريجيم كريتوا اللي فيه برشا زيت زيتونه، فيه برشا خضره، والخضره نتاعنا بنينه. معناتها ما نعرفش كي انتم مشيتوا لبرا ولا كليتوا طمطومه من فرنسا باغ اكزومبل، تبدا زين وعين وماذا بيك تعشقها. اما هي لا سيفا لا مناسبه بالنسبه لنا احنا، معناتها ما تقويش على معناتها ما نحرموش روحنا ناكلوا. لا لا لا، هو عمرك ما تحرم روحك. انا جو سوي كونتخ لي بريفاسيون. باهي مدام ماشي معناتها علاش الحرمان؟ هو احنا لازمنا ناكلوا من كل شيء، اما تبقى اهم حاجه هو الوسط. معناتها ناكلوا من كل شيء، اما ناكلوا في الوسط. ما نشدوش ناكلوا مقرونه 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 ولا روز روز روز، اكيد واحد باش يوصل ولي عنده كونستيباسيون. كي نوع شويه، معناتها ياكل شويه الياف وياكل خضره وغله وشويه لحومات ما فماش علاش باش يتقلق. راه ديجا في الصيف تبعد ياسر على البا، ديما تحب حاجات خفيفه وتبع برشا حركه تنجم تهضم. فوالا هو الصحيح اللي انت قلته، خاطر صحيح في الشتاء حاجتنا برشا باش نتغطاو وباش نلبسوا حاجات سخان، وعندنا احنا لا غلاند نتاعنا التيرويد اللي هي الغده تخدم اقل، معناتها اكثر بلوتو في الشتاء، دونك الكونسوم بلوس. دونك بالحق في الشتاء نستحقوا باش ناكلوا الماكلات الغنيه، مش كيما في الصيف. في الصيف ماذا بينا العكس، ماذا بينا حاجه خفيفه، ماذا بينا برشا ماء، ماذا بينا سورتو خاطر الدنيا سخونه، دونك عندنا الريغولاسيون نتاع التمبيراتور نتاعنا لازمها غله، الغله خاطر فيها برشا ماء. الكونستيباسيون تنجم تجيبك عليه برشا. عندي حاله انا قدامي رانيا الحاجه برشا ناس مليين بها الكونستيباسيون. نعرفش نحبوا نعرفوا شنو هي اسباب الكونستيباسيون، خاطر فما برشا عباد يقول لك انا ناكل نورمال، معناها ريغلو، ناكل فطور صباحي بالكدا، فطور القايله بالكدا، العشاء زاد كيف كيف، نشرب برشا سوائل، مي على غالب عندي ديما هكا كالكومبليكاسيون. فما شكون يقول زاد اللي بوتيتر زاد مستريس ريتم دو في، من الخدمه زاده برشا برشا، دونك تحس روحك ديما ستريسي، وهذاك ياثر على المعده وينجم يعمل كونستيباسيون. اسكو صحيح والا لا؟ هو صحيح، رانا مش الكلنا قد قد، معناتها بارابور اون اي توس ديفيرون، معناتها كل واحد دور. تسمع برشا عباد يقول لك وراثي، امي عندها القبض وبابا عنده القبض وعمي وخالي وحسيلو، دونك نلقاهم سي دي ديستواغ فاميليال، معناتها حكيت في وسط العائله، فهمت؟ هيريديتير تري تري سوفون، ولو ريجيم اليمونتير يعاون. فهمت العبيد هذو؟ صحيح راهو احنا زاد ان طونك طب نجمو نلقاو احنا قدام حالات اللي هما ما نلقاو لهمش حلول،
فما سكون ابل لو ترانزيت معناتها لو ترانزيت هو العصره نتاع المصرانه اللي توصل لو بول اليمونتير اللي هو بعد ديغرادي ان سيل معناتها في الاخر للاخر كل واحد اوني با اوني با ايغو فاس على ناتور فما اللي في 8 سوايع فما في 30 ساعه ديجا هذه لا نورم انتر 8 و 30 اور 30 اور معناتها نهار ونص نهاري نهارين محسوب فهمت دونك فما ناس ماهمش كيف كيف هذوك ما هما اللي لازمهم يركزوا اكثر على الماء وعلى زيت زيتونه في وسط الماكله وخبز النخاله ويقربوا اكثر للماكله ناتوريل معناتها يبعدوا على لي ترانسفورمي انا نسميه بان الكيك نتاع الشارع وكل هما ساعات عبيد راهو قلت حاجه ما عندناش الكلنا لا كونسيونس دو سكون مانش هذيك هي اهم حاجه انت ساعات تبدا تاكل ما ماكش مركزه دو يجي يقول لك والله ما كليت شيء وبعد هو تلقاك لي كيك وهذوك ما مركز لهم شو اهم حاجه كي تقعد علاش نقول لهم اهم حاجه كي تقعد تقعد في الطاوله باش تاكل تديش تاكل التاني باش تقعد في الطاوله ديجا كي باش تاكل لازمك تقعد لازمك معناتها انتوري دو تا فامي سي تري امبورتون زيد مانجي ان فامي بالنسبه للتواصل حتى سوسيال فهمت وتركز وتعرف روحك شنو تاكل دايوغ انا سارتان باسيون يحبوا يضعف ونقول لهم اهم حاجه اعمل ان كارني اليمونتير اكتب كل يوم لاحظوها راهو كي تكتب كل يوم شنو تاكل بطبيعتك موجوده بشكل اقل وباش تقول انا البارح كيت كيك انا مشيتو من العطار لا جو ايفيتي اليوم معناتها سي امبورتون لا كونسيونس انت لا كونسيونس تاع شنو تاكل هذيك زاد صحيح يقول لك العبد هو طبيب روحه لازم هو ايل ديتكت شنو ساعات هو ينجم ينصحك ويعطيك معلومه انت غايبه عليك يقول لك راه بوتيتخ راه صارت لي مره راه الحليب من بعد يطلع الحليب هو اللي يعمل له هذاك الكل صحيح اكل شويه الحليب اللي يشربه ولا خاطر يعمل قهوه نسكافيه بحليب اللي هو ما يتخلطش مع القهوه يقلق لا الحليب سي ان غران سوجي الحليب سي ان تري غران سوجي علاش خاطر احنا كي نتولدوا عندنا اون انزيم اسمها لاكتاز موجوده بكثره هذيك موجوده باش نجموا نكسروا الحليب نتاع الام ونردوه اون ماتيير ابسوربابل مش نجموا احنا نتغذوا منهم فهمت هذه لاكتاز لاكتاز بينت اللي او كور دو لا في معناتها في العمر تنقص ياسر voire elle disparaît en certains adultes complètement يولي ما عادش ينجم يهضمو دونك الحليب الني علاش الحليب الطايب والياغورت سي ان بو موان خاطر حليب طايب كمان اللي فيرمونتي عندك الرايب والبن خير من الحليب وحده يتهضم خير فهمت كو دير وقت اللي تحطوا فيه القهوه القهوه سافيد مع الحليب تعمل كيما دي فلوكولاسيون معناتها تولي امبوسيبل ديجير سي ان ديجيست لو لي اي لو كافي ما يتهضموش دونك شنو يعملوا يمشوا في المصرانه ويوليو يبقبقوا لو لاكتوز هو سي ان سكر اللي موجود في الحليب دونك يجي يبقبق هذيك شنو اللي يبقبق يولي ما عادش يهضم ويولي غاز وقلق وجاير ومم تسخن الى اخره انا نجربها كي نشرب قهوه الصباح كي كب الحليب نولي ما عادش نجم ناكل من بعد كي من بعد فهمت برشا ناس اللي خمسه سته نتاع العشيه باش نجم نرجع ناكل حاجه وتنجم تهضبوا بالجبونات والا الجبن يتهضم اكثر خير برشا من الحليب فوالا بلو لو معناتها لو فروماج والا لو لي الي فيرمونتي قد ما كليتو ان فيت ديجا لي بكتيري بداو ياكلوا فيه هذاك اش معناتها فيرمونتي معناتها عمل له اون بري ديجيستيون هما يلون ديجيري قبلنا احنا باش ناكلوا ان لي ديجيري ديجا دونك يفا ايتر ديجيست باش نجمو احنا نهضموه مع الحليب هذاك والمشكلة نتاع الصيف مع الماكلة ومع الكونستيباسيون ولا أي حاجة تقلق المعدة الجازوز والمشروبات الغازية الكل هو توا حتى احنا كل مرة تطلع ماركة جديدة والماء اللي هو بطبيعته بالغاز بالله في بالي أو كونتخيغ يعمل دياغي وكي تكثر منه مش بالدلاع اي يعمل دلاع في برشا ماء هو مش خايب راهو الدلاع والبطيخ محلي بنين راهو مش خايبين حتى تعرف خاطر فيهم مينيموم 90% ماء فهمت والباقي السكر بون اللي عنده امراض السكر والكل هذوك ما يردوا بالهم اي ديما كيما قلت لك قبيله جو سوي كونتر لا بريفاسيون ينجم ياكل طرف ولا طرفين
مش هذيك اللي باش تبدل حاجه فهمت ما مش حط دلاعه ولا صحفه وياكل قديم فهمت الوغ كو انت باغ اكزومبل اللي عندك الكونستيباسيون تنجم بالعكس هذيك تعاونك ياسر ساعدني على الاخر خليني قلت لك كل بدن كيفاش الديتكت هو ينجم يعمل الريجيم نتاعو وحده الحاجه الاكيده ما تقارنش العباد ما دونك شوف انت شنو بدنك يتقرا فوالا هو احنا نقولوا كل شخص عنده لي سبيسيفيسيتي نتاعو كلنا اوني ديفيرون كلنا مانيش كيف كيف فهمت نجم انا الحليب يقلقني على الاخر انت لا ونديو احنا فرد عمر ولا ما سي با سا لو بروبليم لازم واحد يركز على شنو ياكل ويفيق بروحه وشنو الحاجات اللي تقلقه وكيف كيف زاد في الصيف احنا يولي الوقت نتاعنا ما عادش كيما في الشتاء سورتو العباد اللي ما تخدمش باغ اكزومبل لي زادوليسون واللي يقرا في الفاك وكل يولي يقوم لك النص نهار ما تعرفش ماكلتو وقتاش من بعد يقول لك عندي قلق هنا في المعده وفي الليل ها وكعبه شاباتي ها وكعبه مليبي ها وجلاس ها ودرا شنيه ماضي ساعه ماضي ساعتين تبقى مازال ياكل في اللبليبي ومازال معناها كل شو مازال تخدم ومن بعد يقوم الصباح يقول لك انا عندي قلق ومتقلق على الاخر وها كونستيبي ها وتجاري ميم يصيروا معناها تصيروا دي ديفيكولتي كبيره في معتم اي احنا على خاطر ناش كنت لاحظ انت معناتها في اول رمضان نتقلقوا ياسر وبعد يلاغيف ان مومون نستانسوا البدن لازم وقت ديما خاطر احنا نستانسوا على ان ريتم فما ناس باغ اكزومبل حتى ينقلوا من داف ولا يعرسوا ولا عندهم ان ستريس جديد معناتها ان انفيرونمون جديد يجيهم وقتها القلق كما انت قبيله قلت لي ستريس اون فيت ساعات سي ان شانجمون اللي يسافر باغ اكزومبل واحد روحو اي واحد يسافر باش يلقى روحو ما يدخلش تواليت كي العاده مش كيما وقت اللي هو في الدار مبنك عادي وعنده سون ريتم ابيتويل دونك عندنا ديما كالتون دو لاتونس نتاع البدن يستانس دايوغ اي ريجيم معناتها باش يعمل ايفي بوزيتيف على الكونستيباسيون ولا غيرو لازم وقت هو يقول لك حتى الهوي يبدل معناتها حتى الهوي كي يتبدل يقلق حتى المعده ويقلق كل شيء يعني مثلا كي نمشي من شهر ونص شهرين كل شيء تولي عندي غاز ولي متقلقه مانيش عارفه اش عندي بالضبط تبدا شيخه اون فاكونس وتقول قايل ماهوش ستريسي ما عندوش هو حتى البحر يجوع Toute activité sportive. Et l'activité sportive, Mohamed Yisri, on a وصلنا لها naturellement, elle est très importante. معناتها بالنسبه للبدن الحركه هذيك تعاون ياسر ماشيين الكرش دونك اللي عندهم قلق ما نقولش انا لازم يعملوا ثلاثه سوايع سبور ولا نص ساعة 3 كارت دور مارش بار جور اي سوفيزون معناتها اون اكتيفيتي وفي الصيف صحيح نتحركوا برشا نمشوا البحر هذيك نجور دونك بروفيت على البحر ما تقعدش ياسر باش تعمل برونزاج دونك تحرك كي تحرك مليح في وسط البحر جارية على الشط هذاك الكل يعاون هذيك اش خاص ان فيزون اتونسيون سولي نيس با عملنا تحذير دو بالكم على من الشمس تحكي عليها نعم شفتني مشوشته مشوشته باهي رد بالك بالشمس باهي اوكي سينو من الماكله اللي ناكلوها نعرفوا برشا عباد في الصيف تاكل ياسر ولد البحر سيرتو اللي يبداو على البحر ولا في الدار وهذا باهي يعاون على الكونستيباسيون اي حاجه في القلق هما لي بروتيين ماهمش ياسر في بالنسبه للكونستيباسيون ولا حاجه اخرى هذوك ما يجيبوا لي بون معناتها لي بون غريس لي بون بروتيين بالنسبه للبدن معناتها تكوين البدن نتاعنا فهمت دونك ما كلت كل ما هو حوت اون بليس لي كاليتي نتاع الحوت كبار اكثر برشا من كل ما هو دجاج اون بليس اون سي معناتها كومون الدجاج مربيا ساعات يردوها يردو مقلي يبدا ياسر مقلي مثلا كالسردينه المقليه وكاللمبوكا تبدا هكا مفوحه بالكدا وكلها ملح وكل دونك هذيك جو بونس اللي ينحي الحاجات الباهيه اللي موجوده في الحوت اي لازم واحد معناتها كي كانت الكويسون دي زاليمون اللي تري امبورطون دا كيف كيف الخضره راهو اون روفيان الخضره كان باش تحطها تغلي ثلاثه سوايع في منفع نتاعها الكل تنحات معناتها ماذا بيك على فابور دوبه تتقرص توقف كل شيء وتنجم ولا بريزونتي ان سالاد ولا ان اكومبانيومون مع ان فياند ولا كيف كيف لي بروتيين معناتها يفو بروندر سوان هي ديجا سي اون بروتيين دو تري بون كاليتي على الاقل واحد يرد بالو عليها كيف كيف كويت على فابور ساعات اون بو لي كوير في بابي كويسون هذيك تغطي عليها ترجع عليها البخار نتاعها المقلي والكل انكور اون فوا باش ما نحرموش اللي احنا مره نقولوا مره في دو تان زون تان بحب بشكل مقلي اما مش ما تكونش حاجة عادية معناتها مش كل يوم واحد ياكل المقلي لي زانفوزيون سي اكستراوردينيغ الوغ كل ما هو بلانت اليزي بون انا نقولهم ديما لي بلانت المعروفين خاطر انا بون نخاف زاد برشا من الاعشاب و
بعض الأعشاب اللي مش معروفة فهمت أما بش هذي بش تعمل انفوزيون بتاع زعتر ولا كليل ولا بش تعمل ترنجية عندك كل ما هو نعناع تي الأخضر متاعنا زادة به برشا هذيك عن فات يخليك تشرب الماء وبالنسبة للنساء اللي يحبوا يضعفوا شوية ولا يحبوا ديتوكس Voilà, c'est détox. Surtout le thé vert avec la nanéa. Blech sucre, bien sûr, on revient. Asira qaris. Asira qaris. Et dès qu'il y a barcha lil qashra, ou bihi zida barcha lil constipation. Mais on a du détox, alors mouch mouch kol nhar, ma'tetoli une fois par semaine ou bien une fois. Le thé, hذيك c'est naturel. Nahki al détox vraiment qui t'amène détox. Qui t'amène que les produits, donc ma voilà, il faut ma des produits à base de produits naturels, ma'neta hذيك peut-être ma عنديش فيهم برشا خبره الحقيقه. خاطر انا عارف ديتوكس يقول لك ما مش كل نهار ديتوكس راه باش ينظف لك بدنك من السموم هذيك الكل من اللي تكسب الكل دونك اون فوا باغ سيمين ما تكثرش انا فما وحده نعرفها اترانجير تعمل كور نتاع حلبه كاريمون معناها هذيك البرج يعني الحلبه باهيه برشا مش ريحتها اما لي هي ما عندهاش ريحه بون بوتيتر عندهم قشره اخرى مي بالحق ابارامون معناها باهيه للمعده زاده بالكدا الحلبه انا بجيراني كي نتقلق على الاخر ما نلقى بها بيه لازمني هكا طرف حلبه حتى في سخانه برد هي الحلبه تبدا عندك حاجه في المعده والبسيسه زاده البسيسه تبدا بزيت زيتونه تبدا باهيه يعطيك الصحه مجد ميرسي بوكو اللي حكينا كل شيء ان شاء الله نعطيكم نصائح اخرين ميرسي بوكو يا لالا وان شاء الله سيفك مزيان يعيشك انت وعشتي تعمل تبخيره به ورد بالك مش مجدد انت يا انا عملت بروغريسيفمون قعدت كنين انا سمره لازم نحاول لو ماكسيموم نعم صباح بكري ولا كنتي بوغ لو مومون ما لازمكش تنقول لكم بعد هذا الشيء تسويت نمشي